إيران أقحمت قواتها الخاصة السبيشال فورسز في الداخل السوري لمواجهة تقدم المعارضة السورية باتجاه حماة، وتفاصيل هذه المسألة أصبحت واضحة مما نشر من قبل إيران أوبزرفر، جلوبال ويسبرز وعدد من المصادر الأخرى. والتفاصيل تحدثت بأن القوات الخاصة الإيرانية قد وصلت بالفعل خلال 24 ساعة الماضية إلى الداخل السوري، وتحديدا إلى قاعدة حميميم التي تتواجد فيها القوات الروسية إلى الجنوب من اللاذقية. وكانت هذه القوات الخاصة الإيرانية على متن طائرة IRM-143 من خطوط ماهان الجوية الإيرانية، التي ظهرت بالفعل على فلايت أوير خلال التسجيل الأخير الخاص بها، وهي تغادر قاعدة حميميم بهذه الطريقة، وبعد ذلك تغادر عبر الأجواء العراقية مباشرة إلى العمق الإيراني. وهذا تسجيل آخر لهذه الطائرة وهي فوق الأجواء العراقية متجهة لإيران. لا بل ظهرت طائرة P-8 بوسايدن التابعة للبحرية الأمريكية والمتخصصة في جمع المعلومات الاستخبارية، وهي تحلق ذهابا وإيابا باتجاه طبعا اللاذقية، وهي طبعا باتجاه قاعدة حميمين، بالتزامن مع حراك هذه الطائرة تحديدا التي نتحدث عنها. لا بل إن هذه الطائرة أيضا هي تراقب التطورات العسكرية التي تأتي باتجاه حماة. وهذا هو التسجيل الخاص بهذه الطائرة بحسب الفلايت رادار 24. وصول القوات الخاصة الإيرانية تحديدا إلى قاعدة حميمين هو وصول وتوقيت مهم للغاية، خاصة مع تقدم المعارضة السورية مؤخرا باتجاه حماة، حيث أن التواجد الروسي في السقيلبية أصبح تحت النار وتحت الخطر مع حميميم، وهي لا تبعد إلا 40 كيلومترا عن حميميم بسبب هذا التقدم. ولاحظ كيف أن التقدم لهذه المعارضة السورية أصبح خطيرا على هذه القواعد الروسية تحديدا، وبالتالي بالنسبة لوجود القوات الخاصة الإيرانية هي مسألة مهمة للغاية، ليس فقط لمساندة قاعدة حميميم التي نتحدث عنها أو حتى التواجد الروسي في السقيلبية، لكن أيضا هو يأتي لمساندة الجيش العربي السوري للصمود أكثر ولمواجهة المعارضة السورية بقدرات أعلى بتكتيكات أعلى. القوات الخاصة دائما تلعب بشكل كبير في مثل هذه المواجهات بعمليات خاصة. لا بل إن أيضا إن هذه القوات الخاصة الإيرانية هي أيضا وجودها في هذه المنطقة قد يكون أيضا لمساندة قوات الجيش العربية السورية المنتشرة هنا في حماة، وتتحشد بشكل كبير من أجل مواجهة الأطراف المعارضة السورية التي أصبحت طبعا على تخوم هذه المدينة. اخترقوا وسيطروا على المدينة في بادئ الأمر، لكنهم انسحبوا في نهاية المطاف وبدأوا يتقدموا باتجاه هذه المناطق التي أشرنا لها. لا بل إن الفرقة 25 وهي من قوات النخبة في الجيش العربي السوري تمكنت بالفعل في الفترة الأخيرة أو خلال الليلة الماضية من دفع المعارضة السورية إلى الخلف، وتمكنت من الوصول إلى طيبة الإمام والمناطق بجانبها التي هي تأتي بجانبها، وسيطروا كذلك أيضا على جبل زين العابدين الذي يعتبر أيضا نقطة استراتيجية مهمة لرصد كل التحركات، وكذلك لفرض قدرات للقناصة أيضا في ضرب الأطراف المعارضة التي وصلت لهذه المنطقة. ونرى بحسب تحديثات الخارطة القادمة من اللايف يو ماب هنا قبل وهنا بعد، لاحظ التقدم الحاضر بالنسبة للجيش العربي السوري الذي تمكن فعلا من دفع المعارضة السورية، ولكن هذه المعارضة لا زالت تضغط بشكل كبير طبعا على الجيش السوري بشكل هائل. هي تضرب جبل زين العابدين بشكل مكثف، هي تضرب كذلك حماة بشكل مستمر بالطائرات المسيرة، وتستهدف حتى المطار الموجود في حماة بالدرجة الأساس. لا بل إن هذه المعارضة أيضا لا زالت لديها السيطرة على الطريق المؤدي إلى حماة، تحديدا إلى شمال غرب حماة ومن شمال حماة وكذلك من هذا الاتجاه، لتحاول أيضا الضغط والسيطرة عليها. وطبعا إن تمكنت هذه المعارضة السورية من السيطرة على الحماة ستهاجم حمص، وبالتالي موقف القواعد الروسية إن كانت حميميم وإن كانت تواجد في السقيلبية سيكون صعبا وصعبا للغاية. وهذا قد يفسر لماذا هذه القوات الخاصة الإيرانية أصبحت موجودة في هذه المنطقة. لا بل إن المسألة لا تقتصر فقط على هذه القوات، كانت هنالك تصريحات من نواب إيرانيين أكدوا بشكل واضح بأنهم أرسلوا قوات استشارية إلى سوريا. الخارجية الإيرانية أكدت بأن هؤلاء الاستشاريين المتواجدين في سوريا هم بطلب من الحكومة السورية، حتى أن هنالك أنباء غير مؤكدة
حول هذا القائد المهم في الحرس الثوري الإيراني جواد غفاري، الرجل الذي لعب دورا كبيرا في عام 2016 في السيطرة على مدينة حلب. تحدثت هذه المصادر الغير مؤكدة بأنه تم تعيينه بشكل مباشر وبشكل رسمي للقيام بعمليات مكافحة الإرهاب كما يطلقون عليها من أجل إعادة السيطرة على حلب مرة أخرى، لكن الظروف في حلب تغيرت بشكل كبير خاصة بعد تواصل وتوافق بين قوات سوريا الديمقراطية وفصائل المعارضة المدعومة من تركيا أو حتى هيئة تحرير الشام. الأمر كان واضحا منذ صباح هذا اليوم، حيث كانت هنالك أو كان هنالك منشورا للقائد العام لقوات سوريا الديمقراطية قسد، قال بأنهم على تواصل مع كافة الجهات الموجودة في سوريا تحديدا الجهات أو المعارضة السورية. وبعد ذلك جاء بيان من المعارضة السورية تحديدا من هيئة تحرير الشام لتنتقد تماما تنظيم داعش الإرهابي وما فعله تجاه الأكراد، وأعطوا الأمان التام لقوات سوريا الديمقراطية للانسحاب، وكذلك أكدوا لهم بأنهم لن يعتدوا بأي شكل من الأشكال على الكرد المتواجدين في تل رفعت والمناطق التي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية. وهذا هو الذي حدث بالفعل، كل القتال الذي شهدناه خلال 24 ساعة الماضية بين قوات سوريا الديمقراطية وكذلك المعارضة السورية قد توقف، وانسحبت قوات سوريا الديمقراطية إلى هذه المناطق، وتمكنت المعارضة السورية بالنتيجة من الوصول لهذه المنطقة وتوقف القتال وهنالك تواصل بين هذه الأطراف. كذلك أن قوات سوريا الديمقراطية استغلت ضعف الجيش العربي السوري في هذه المناطق ما بين الطبقة وما بين ما يجري في محافظة حلب، وتقدم المعارضة السورية إلى شرق حلب على مسافة 50 كيلومترا تقريبا مع انسحاب الجيش العربي السوري من هذه المنطقة. جاءت قوات سوريا الديمقراطية لكي تسيطر على هذه المنطقة وأن تتقدم طبعا المعارضة السورية كذلك في هذه المنطقة دون أن يكون هنالك قتالا بين هذه الأطراف. ولاحظ كيف أن الخارطة هنا قبل وهنا بعد وكيف جاءت التحديثات حقيقة اليوم من طبيعة هذا التقدم. وبالتالي هذا كله يعني ببساطة بأن الفصائل المسلحة المقربة من إيران أو الجيش على سبيل المثال العربي السوري إن حاولوا من مهاجمة هذه المنطقة بأكملها الطبقة أو غيرها هم في مشكلة حقيقية، خاصة وأن هنالك نشاطا لتنظيم داعش الإرهابي بالنقاط السوداء كما نلاحظ، وكذلك أيضا هم سيكونوا بمواجهة قوات سوريا الديمقراطية وأيضا الأطراف المعارضة، والمعارضة السورية هي موجودة في هذه المنطقة. بالتالي هذه مسألة ستكون معقدة، وكأن الطرفين وإن كانت هنالك خلافات بين هذه المعارضة وقوات سوريا الديمقراطية لكن الترتيبات الجديدة توضح لك بأننا أمام ظرف خاص، وهذا يجعل هذه المسألة وإعادة السيطرة على حلب مسألة صعبة للغاية، خاصة أن هذه المعارضة السورية سيطرت على 4 مطارات وسيطرت على نقاط دفاعية عسكرية وعلى أنظمة دفاعية جوية مهمة للغاية مثل الأس 125 على سبيل المثال في مطار كويرس. فإن هنالك نقطة لهذه المنظومات الدفاعية، تلاحظ هذه هي المنظومات قد سيطرت عليها المعارضة السورية بالكامل. كذلك أيضا في تل الحاصل وهي منطقة قريبة جدا من حلب، وهذه هي تل الحاصل التي ترونها هنا بهذا الاتجاه، هنالك كتيبة دفاعية وهي كتيبة 549 تتواجد فيها العديد من أنظمة الأس 125 الروسية في الأصل. هذه المنظومات أغلبها منظومات روسية، وتعرف هذه الأطراف كيف تشغل أساسا هذه المنظومات، ليس كما هو الحال مع الطائرات على سبيل المثال أو الطائرات المسيرة التي اكتسبوا فيها أيضا قدرات في استخدامها. وكانت هنالك أساسا لقطات صباح هذا اليوم للمعارضة السورية وهي تدخل لهذه المنطقة وتظهر تحديدا هذه المنظومة وهم يصلون إليها بهذا الشكل المعارضة السورية، وتمكنت وأكد هذا المقطع طبعا بأنهم قد وصلوا وتحصلوا على هذه المنظومات الدفاعية كما نلاحظ. كذلك أن لديهم مضادات جوية ظهرت يوم أمس وهي تتصدى كما نلاحظ إلى طائرة حربية على ما يبدو تابعة للجيش العربي السوري، وهذه المضادات الجوية أيضا تلعب دورا في التصدي للطائرات المسيرة أو أي هجمات جوية. بالتالي هنالك تنويع في القدرات التي تتمتع فيها هذه المعارضة، وهذا الموقع الذي تتواجد فيه هذه القدرات والمضادات الجوية هي موجودة في منطقة الإسفيرة. للتأكد من هذه المسألة نلاحظ بأن الطريق ذهاب
ذهابا وإيابا. تلاحظ هذا البرج وتلاحظ مبنى أول ومبنى ثاني، شجرة أولى وشجرة ثانية، وهذا البرج يأتي وسط هاتين الشجرتين تقريبا. وبالتالي إذا ما اتجهنا إلى القمر الصناعي من آخر نقطة في تل الحاصل في هذه الكتيبة الدفاعية التي تحدثنا عنها ونتجه إلى السفيرة، ستجد بأن النقطة المتطابقة مع ما رأيناه تأتي تقريبا إلى جنوب السفيرة تقريبا، وهذه هي النقطة بالضبط التي كنا قد تحدثنا عنها وظهرت أمامنا قبل قليل. تلاحظ بأنه نفس الطريق بالضبط ذهابا وإيابا، وهذا هو البرج، الشجرتين طبعا يأتي وسطها، وهذه هي البيوت أو المستودعات أو المقرات الموجودة في هذه المنطقة، لتؤكد أن عملية التصدي كانت من هذا الاتجاه تحديدا. وهو يوضح لك أن هذه المنطقة ليست بالسهلة أبدا بالنسبة للجيش العربي السوري أو حتى الفصائل المسلحة المقربة من إيران أو الحرس الثوري في الوصول لهذه المنطقة، وهذا قد يبرر ما نراه في المستقبل من تحرك إيراني مباشر وضربات إيرانية مباشرة من قواعدها الصاروخية تحديدا، إن كانت في تبريز أو إن كانت في كرمنشاه على سبيل المثال. وسبق للقاعدة في كرمنشاه أن ضربت تنظيم داعش الإرهابي في دير الزور تحديدا، هي مسألة إيران أكثر من مقتدرة على القيام بمثل هذه الضربات، خاصة وأنها أثبتت على أنها قادرة على ضرب إسرائيل وتل أبيب المحصنة بشكل كبير بالمنظومات الدفاعية. وقد تكون فرصة أيضا للجانب الإيراني لاستخدام صواريخها من صواريخ الفرد صوتا متقدمة قبل أي تصعيد مستقبليا مع الجانب الإسرائيلي، وبالتالي قد تندفع إيران فعلا لضرب حلب وضرب إدلب وضرب مواقع الإمداد الخاصة بالمعارضة السورية، أولا لإيقاف هذا التقدم الذي نتحدث عنه باتجاه حماة وحمص، وثم الاتجاه إلى دمشق من أجل طبعا تعطيل هذا التقدم وإيقاع أكبر خسائر بهذه المعارضة، وأن يستعيد الجيش العربي السوري قدراته في هذه المعركة. وأيضا في نفس الوقت هو اختبار قدراتهم الصاروخية كما نتحدث باتجاه هذه المواقع تحديدا. ولكن طبعا الأمر يعتمد على طبيعة العلاقة والتفاهمات بين تركيا وبين إيران، حيث أننا شهدنا اليوم وزير الخارجية الإيراني وهو يصل ويلتقي بنظيره التركي بهذا الشكل، هاكان فيدان، وليس واضحا حتى هذه اللحظة ما طبيعة هذه التوافقات، لأن تركيا موجودة في هذه العملية، بالتالي إيران قد ترى خصوصية أو تحترم هذه المسألة قبل استخدام قواعدها الصاروخية باتجاه هذه المنطقة. المثير أن الجانب الإسرائيلي يراقب بدقة ما يجري من انتشار إيراني تحديدا في حماة وفي حمص. نحن تحدثنا عن قاعدة حميميم، ومع تواجد محتمل أيضا مع الجيش العربي السوري في هذه المناطق من الفصائل المسلحة وغيرها في هذه المنطقة، خاصة وأن الجانب الإسرائيلي الآن يرى بحسب هارتس بحسب المسؤولين الإسرائيليين بأن الأنظار اليوم على إدلب وعلى حلب وعلى قسد وغيرها وكل هذه الجبهات المشتعلة، وممكن أن يكون هنالك تطورا باتجاه كذلك محافظة دير الزور. وبالتالي الجانب الإيراني هنا والحديث من قبل إسرائيل بأن إيران قد تستغل الظروف الجارية والتركيز الجاري على هذه المنطقة لنقل أسلحتها باتجاه من؟ باتجاه لبنان عبر على سبيل المثال أخذ هذا الخط الأسود باتجاه دير الزور، وبعد دير الزور إلى حمص أو إلى تدمر ثم إلى حمص، وبعد ذلك نقل هذه الأسلحة مباشرة لمن؟ لحزب الله اللبناني في مواجهات مستقبلية ضد الجيش الإسرائيلي. بالتالي إسرائيل قالت بأننا نراقب الوضع ومن الممكن أن نتصرف إذا ما تطورت الأمور بشكل أكبر، وهذه طبعا مسألة خطيرة للغاية مما يتحدث أيضا عنه الجانب الإسرائيلي، مما يجعل الوضع في سوريا معقد ومعقد للغاية.